بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. هذا المطار اللي نزلناه قلنا واحد حصان، مكتوب من الخارج واحد حصان طبعا، تباوع على الهيكل ماله، هيكل كبير كلش، لكنه شغلة وحدة ما حد يقدر يغشها، ألا وهي لاحظ احنا قلنا طريقة اختيار المكثف وراح نطبقها هنا، هل هي صحيحة لو لا؟ المطار مكتوب عليه واحد حصان، لكنه بالحقيقة بالداخل مالته الاستيتر مالته 4.2، معناته نص حصان. النص حصان من نجي نقيس السلك، لاحظ السلك هو اللي يختار الكوندياسر، والكوندياسر تختار السلك المناسب لها. هسه بالمايكرو هذا اذا تشوفوها واقف على 40، لاحظ الخط هذا شويه اكو ضوء، خلي احجب الضوء شويه، واقف على 40، تشوفون الخط مقابل 40، يعني ايش قد الصافي مالته 35، يعني 3.5 ديزيم. هذا شنو؟ سلك التقويم. نجي على المكثف مالته، لاحظ 8 مايكروفارات، حتى المكثف يعني باع طريقه الغش اللي مسوينها، المكثف تارسل المجال وكبيره بصراحه، كل كبيره. فاذا المكثف يختار السلك المناسب له، والسلك المناسب يختار المكثف إله. ما نقدر نزيد، هو صحيح كاتب لك واحد حصان، لكنه الحقيقية نص حصان. طريقة اللف مالتهم ما اعتمدت على الاستياتر، اعتمدت على السلك، السلك اللي يقعد بداخل المجرى، والسلك هو اختار المكثف، والمكثف هو اللي اختار السلك. فيا أخوان هذا الفيديو، وراح أطبق لكم القانون حتى تشوفونه. هذا القانون يعني 1000000% يطبق صحيح، 1000000%. فلا تحتار اذا ما عندك قياس مكثف، او عندك المكثف ما تعرف السلك مالته، الجدول مثل ما راح تشوفونه يطلع لك هذا الشيء. تحياتنا لكم. هنا راح نفتح برنامجنا ونشوف هنا اذا مكثف 10، مكثف 10 السلك مالته قطر التقويم 38، يعني قيس 28 او 40 تقدر تخليه التقويم العفو، والتشغيل يكون 25 او 0.50. نجي نحوله على مكثف 8 ونشوف النتائج. لاحظ 0.34 قطر التقويم، يعني جيت 29، يعني 3.5 ديزيم، وقطر التشغيل 0.48، تقدر تلفه 26 او تقدر تلفه 25. فهذا الشيء اللي دا يصير بالمطارات. تحياتنا لكم.